العامل العزيز، أهلا وسهلا بك في موقع بناء شركة دينيا سيبوس. دينيا سيبوس محدودة الضمان هي شركة بناء دولية الأكبر والرائدة في البلاد، نشيطة في مجالات البناء والبنى التحتية. تتحلى الشركة بقدرات تخطيط وتنفيذ مشاريع معقدة مدموجة مع مستويات إدارية وهندسية ممتازة، طرق بناء متقدمة وجودة وخدمة لا هوان فيها. قبل البدء في العمل سيشرح لك مدير الأعمال في الموقع عن قواعد الأمان في الموقع وسلفت انتباهك إلى كل المخاطر المميزة المتعلقة بعملك. إذا كنت لا تعرف كيف تنفذ عملية ما، اسأل. يجب عليك استعمال معدات واقية شخصية في الموقع، خوذة على الرأس، لباس كامل ومرتب، حذاء واقي، قفازات، نظارات واقية، كمامات واقية في أعمال القص واللحام، سدادات للأذنين في أعمال تصدر ضجة ضارة، كمامات تنفس لأعمال مع غبار دار. في الصيف ومن أجل تفادي أضرار ناجمة عن أشعة الشمس يجب لبس لباس كامل يغطي كل الجسم. إذا كان اللباس مصنوعا من ألياف طبيعية فسيمتص كمية كبيرة من العرق ويبخرها بنجاعة بالهواء. يجب الحرص على دهن مناطق الجسم المعرضة للشمس بمرهم وقاية. يجب الحرص على شرب الماء بكميات قليلة بأوقات متقاربة، فهذا أفضل من شرب كميات كبيرة من الماء بأوقات متباعدة. في الشتاء يجب الحرص على وضع ملابس دافئة وعلى تغذية غنية بالكربوهيدرات والسكر للحفاظ على حرارة الجسم. حافظ على نظافة الموقع، يجب الأكل فقط في المكان الذي حدده مدير العمل لذلك. يوجد في الموقع أطقم إسعاف أولي يمكنك الاستعانة بها. خصص السلم للصعود وللنزول من علو إلى آخر. يحظر القيام بأعمال من على ظهر السلم. يمكن إنجاز أعمال لوقت قصير بموافقة مدير العمل في الموقع فقط بشرط أن يكون هناك شخص آخر أو وسيلة حماية أخرى تدعم السلم لمنع سقوطه. بارتفاع يزيد عن مترين يجب أن تكون مربوطا بواسطة طقم الأمان لنقطة إرساء ملائمة. يعتبر التزحلق والتعثر العاملين الشائعين اللذين يشكلان السبب الرئيسي للحوادث في مكان العمل. يجب الحفاظ على منطقة عمل نظيفة ومرتبة على مدار ساعات العمل. يجب التنقل فقط من خلال معابر آمنة في الموقع. يجب الإمساك بقوة بالمقبض عند صعود أو نزول الأدراج. يجب استعمال فقط كوابل، فيش، نقاط كهربائية وأدوات عمل صودق عليها للعمل على يد مدير العمل. استعمل فقط أدوات عمل صالحة وملائمة لنوعية العمل. لا ترتجل. يحظر فك أجهزة وأدوات عمل واقية ووسائل وقائية تم تزويدها من قبل المنتج. أداة غير صالحة يجب أن تنقلها إلى مخزن التصليح. لا تستعمل أداة لا تجيد تشغيلها. أطلب أن يرشدوك عليها. يسمح لكهربائي مؤهل فقط بالقيام بتصليحات تتعلق بالكهرباء في الموقع. يحظر القيام بارتجالات أو تصليحات. توجد أنواع صقلات مختلفة في كل موقع بناء. هناك قوانين أمان كثيرة متعلقة بالصقلات. قسم منها يتطرق لكل أنواع الصقلات وقسم منها يتطرق لأنواع محددة من الصقلات. فقط عمال تم تأهيلهم للعمل في مرتفعات يسمح لهم بالعمل على صقلات يزيد ارتفاعها عن مترين. عند العمل في مرتفعات احرص على أن يكون عرض مسطح العمل 60 سنتيمتران على الأقل، أن يكون المسطح مؤمنا، وجود حاجز مركب من طوق علوي، طوق أوسط ولوح للرجلين. الصعود إلى مسطح العمل يكون بواسطة سلم مربوط وثابت. في الأماكن التي لا يوجد فيها حاجز يجب أن تستعمل طقم أمان وأن تربط نفسك بنقطة إرساء مناسبة. يحظر التواجد في وضع يكون فيه العامل غير محمي من السقوط من مرتفع. في العمل على صقلات يجب التأكد من أن الصقلات ثابتة مربوطة بالمبنى ومصادق عليها للعمل من قبل مدير العمل في الموقع. في العمل على صقلات نقالة تأكد من وجود عجلة لكل كابح. يجب أن يكون مسطح العمل العلوي محاطا بطوق علوي وطوق أوسط ولوح رجلين. يجب أن يكون هناك سلم صعود لمسطح العمل. يجب أن تكون الصقلات ثابتة ومصادق عليها من قبل مدير العمل. يجب أن تكون الآلات لرفع المعدات إلى أعلى مربوطة بمبنى ثابت ومصادق عليه من قبل مدير العمل. كل مكان يمكن السقوط منه لمسافة تزيد عن مترين يجب أن يكون مطوقاً. يجب أن يتم سد كل الفتحات في الأرضية أو تسييجها بشكل لا يتيح الوقوع من خلالها. يحظر إلقاء أدوات أو نفايات من داخل المبنى إلى خارجه. يحظر الوقوف تحت شحنة مرفوعة. يحظر ترك أدوات عمل أو مواد دون مراقبة على حواف المبنى أو على مسطحات عمل يزيد ارتفاعها عن مترين. لا تدخل إلى حفرة يزيد عمقها عن 1.20 متر دون موافقة من مدير العمل. يجب أن يكون جانب الحفرة مائلا لمنع سقوط كتل ترابية.
في كل عمل ينتج حرارة، قص لحام، سد بمواد ساخنة، يجب الحرص على وجود طفاية وألا تكون هناك مواد مشتعلة بعد انتهاء العمل بنصف ساعة على الأقل. إن منع الحرائق يتم عند الفصل بين العوامل الثلاثة لاشتعال النار: حرارة، أكسجين، ومادة. يجب تخزين مواد قابلة للاشتعال ومواد سائلة بالأخص في حاويات مغلقة لمنع تعرضها للهواء وللأكسجين. يجب تخزين مواد قابلة للاشتعال في منطقة لا تستعمل فيها مواقد أو مصادر نار أخرى. يجب تخزين سوائل قابلة للاشتعال بدرجة حرارة أقل من نقطة وميضها لمنع اشتعالها حتى لو تعرضت بالخطأ لمصدر اشتعال. يجب تعليم مواد قابلة للاشتعال بهذه الإشارة. الوصول لمواد قابلة للاشتعال متاح فقط لأولئك الذين يحتاجون لهذه المواد لاحتياجات العمل. في حالات اندلاع حريق يجب قطع التيار الكهربائي وإبعاد مواد قابلة للاشتعال. يجب خلال عملية إخماد النيران إبلاغ مدير العمل. إن معظم الحالات المرضية وحالات الموت الموثقة في جميع أنحاء العالم ناجمة عن تعرض لمواد خطيرة مثل مواد بناء، تعرض للأسبستوس، لغبار الشجر، لغازات منبعثة من محركات ديزل، لزيوت، لمنتجات بطون وغيرها. كل هذه بإمكانها أن تسبب بسهولة أضرارا خطيرة لجسم الإنسان إذا لم يكن محميا بالشكل المناسب. بالعمل مع هذه المواد احرص على استعمال معدات وقائية شخصية مناسبة. إن العمل في موقع بناء يتم حرص تام واتخاذ وسائل ترطيب ورصد طرق لمنع تناثر غبار في الموقع ومحيطه. في الأعمال التي يوجد فيها غبار يجب استعمال معدات تنفس ملائمة حسب نوع المادة التي يتعرض لها العامل. الحماية من الضجة هي عامل مهم جدا بالحفاظ على صحتك الجسدية والنفسية، لذا يرجى استعمال سدادات للأذنين أو سماعات. يتم تشغيل الرافعة على يد مشغل رافعة مؤهل فقط ذات ترخيص ساري المفعول. إن التأشير للرافعة وربط شحنات يتم فقط بيد عمال إشارات أو ملوحين بحوزتهم تأهيل ساري المفعول. إن تشغيل ماكينات رفع مثل مصاعد، ماكينة حفر ونش وما شابهها تتم فقط على يد عامل تم تعيينه من خلال استمارة على يد مدير المشروع وحصل على إرشاد ملائم للتشغيل. يجب أن يكون على كل آلة أو ماكينة رفع شارط تشخيص وفحص من قبل فاحص مؤهل. يتم تشغيل معدات ثقيلة على يد إنسان مجرب حاصل على رخصة مناسبة. يجب تنسيق الأعمال والتأكد من عدم وجود عمال على بعد مترين على الأقل من محيط عمل المعدات الثقيلة. يجب الحرص على وضع زي بارز جدا وسترة براقة. امتنع عن التواجد في منطقة لا يراك فيها مشغل المعدات. كن يقظا لصافرات سفر المعدات الثقيلة للخلف. إذا كان عليك حمل غرض ما افعل ذلك بشكل صحيح. استعمل عضلات رجليك بواسطة سني الرجلين ولا تستعمل عضلات ظهرك. قم بحمل حمولة وفقا لقدراتك فقط. استعن بعامل آخر إذا كانت هناك حاجة لذلك. قم بنقل حمولة بشكل لا تحجب رؤيتك. فراغ مطوق هو كل مكان الدخول إليه والخروج منه يشكلان مشكلة. الظروف في داخله خطيرة لصحة العامل ولسلامته مثل خزانات المياه، أبار، مجاري وإلى آخره. يحظر الدخول إلى أماكن مطوقة دون إرشاد مناسب ومعدات واقية مناسبة. اشتغل على ماكينة فقط إذا كان الواقي التابع لها في مكانه. لا تعالج الماكينة طالما تتحرك. ركز في عملك ولا تسهو خلال عملك. لا تدخل إلى مكان غير مضاء. أبلغ مدير العمل عن نقص بالإضاءة. تذكر، إذا لم تلتزم بقوانين الأمان خلال عملك في الموقع فإنك تعرض رفاقك في العمل للخطر. عندما تسبب حادثاً فإنك تسبب ضرراً وألماً كبيرين لكثير من الناس. نتمنى لكم عملاً آمناً وطيباً.